شيخ فيها الآن بعض الناس يعمد عند قبور وضع بعض الألوان عند النصائب وبعض العلامات قطعة حديد أو خشب لأجل تمييز قبر مثل أبيه عند الزيارة مثلا. نعم أعيد السؤال. أقول بعض الناس يا شيخ في القبور يعمد إلى وضع بعض الألوان عند النصائب وبعض العلامات قطعة حديد أو خشب حتى يميز قبر أبيه من غيره عند الزيارة. نعم. فما حكم ذلك يا شيخ؟ لا بأس به. لا بأس أن يضع علامة، لكن البوية والجص أرى أنه لا يستعملها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يجسس القبر، ويكتفي بعلامة، إما أن يجعل الوسم ووسم القبيلة على هذا، أو يجعل كما قلت عصا أو حديدة أو ما أشبه ذلك. والله أخشى أن تكون من جنس التجصيص أو أشد، لا سيما الأسر الكبيرة، لأن بعض الناس يضع كل النصيبة خضراء أو حمراء